اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والى، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤوني وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارته، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله صل وسلم وصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. الرب صل. Oh,